اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج جدعان ريل استيت، البرنامج اللي بيقدم جدعان السوق العقاري. كلنا حاسين بالطفره اللي حصلت في مصر من المحاور والطرق الجديده، واللي اكيد بتاثر على الاقتصاد المصري وبتاثر على المواطن وبتاثر على رفع جوده الحياه عند المصريين. من 2014 والدوله والحكومه المصريه عازمه على تغيير في شكل الطرق والمحاور اللي في مصر. الطرق دي اللي لولاها كل الدراسات وكل المؤسسات المصريه والعالميه كانت بتاكد ان مصر كانت هتوصل لجراج كبير، كان سرعة العربية هتوصل لستة كيلومتر في الساعة، يعني محدش هيعرف يروح مشوار، يعني محدش هيعرف يروح مطار، يعني العيان مش هيلحق يروح مستشفى. آخر 8 سنين الدولة كانت عازمة على عمل خطة شاملة لرفع الاقتصاد المصري اللي بتبدأ من الطرق والمواصلات. الطرق والمواصلات هي جرس البداية لأي تنمية وأي طفرة بتحصل في أي دولة من دول العالم. أي دولة في العالم عايزة تعمل تنمية في قطاع ما لازم تبتدي من الطرق. لما نرجع ل 2014 والدولة المصرية وهي عازمة على أن هي تعمل طفرة في جميع القطاعات، سواء قطاع الصناعة، زراعة، سياحة، العمران، تنمية زراعية، علشان تعمل كل ده في وقت واحد كانت لازم تبتدي من شبكة الطرق. فتخيلوا حضراتكم ان الطرق دي هي اللي هتنقل العمالة، هي اللي هتنقل المواد الخام، هي اللي هتاخد المنتجات وتوديها للأماكن التوزيع. ففي 2014 تم البدء في تطوير وإنشاء المخطط للشبكة القومية للطرق. عملنا 75 مشروع محاور جديدة وطرق جديدة كانت لأول مرة بتتنفذ في مصر بأطوال تعدت 7000 كيلومتر، وبالتوازي معاهم تم رفع كفاءة وإنشاء محاور أخرى بطول 4800 كيلومتر. وصلنا بإجمالي شبكة الطرق الحرة والسريعة ل 30000 كيلومتر دلوقتي عندنا، وتم رفع كفاءة 10000 كيلومتر من الطرق، وتم إنشاء 34 محور جديد على النيل. عندنا دلوقتي 72 محور جديد على النيل، فده إنجاز غير مسبوق. ده وصلنا ليه؟ ده وصلنا إن مصر بقت في المركز التاني في أفريقيا في جودة الطرق، وبقينا في المركز 28 عالميا بدل ما كنا في المركز 118، يعني عدينا 90 دولة في وقت قياسي. وكمان نتيجة لده انخفضت نسبة الحوادث في مصر 42%. النموذج اللي حصل في مصر ده ما حصلش في أي دولة في العالم على مدار 100 سنة اللي فاتت. أهم ميزة في الطفرة اللي حصل في شبكة الطرق والمواصلات هو العامل النفسي، بقينا نعرف ندي مواعيد، اعرف اقول انا هروح الساعه كذا فهوصل الساعه كذا. ولادنا زمن الرحله لمدارسهم قل، زمن الرحله للشغل قل، كل ده بيفرق على العامل النفسي المواطن وبيرفع من جوده الحياه للمصريين. زي ما وعدناكم في برنامج جدعان ريل استيت ومحمد سراج نوه عنها قبل كده، ان احنا عندنا فقره جديده هي الرحله. في فقره الرحله هنمسك المحاور الجديده اللي في مصر والطرق الجديده ونزورها ونشوفها ونعرف الاستفاده منها، نفهم المحور ده يفيدنا في قد ايه وايه الخدمات اللي موجوده على المحاور دي. نتمنى ان الفقره دي تفيد حضراتكم وتنول اعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف فقراتنا ايه النهارده في برنامجنا جدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقه اليوم فريق الجدعان ريل استيت يلتقي جراح الطرق الدكتور اسامه عقيل استاذ الطرق والمرور والمطارات بجامعه عين شمس، والذي يكشف كيف نجحت اضخم عمليه جراحيه لانعاش شبكه الطرق القوميه في مصر بعد سنوات من الاهمال. فريق الجدعان ريل استيت يلتقي المهندس أحمد حسن خليل رئيس القطاع الهندسي لشركة LMD، حيث يشرح الخريطة الكاملة لمحاور الطرق الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية في إطار المشروع القومي للطرق. في فقرة الرحلة فريق الجدعان ريل استيت يخوض تجربة حية للمقارنة بين طريق بنها الحر الجديد وبنها الزراعي القديم لرصد أهمية الطريق الجديد وكيف نجح في ربط قلب الدلتا بمحافظات القاهرة الكبرى. تشاهدون الآن فريق الجدعان ريل استيت يلتقي جراح الطرق الدكتور أسامة عقيل أستاذ الطرق والمرور والمطارات بجامعة عين شمس، والذي يكشف كيف نجحت أضخم عملية جراحية لإنعاش شبكة الطرق القومية في مصر بعد سنوات من الإهمال. الشبكة القومية للطرق مشروع عملاق أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونفذته مصر خلال فترة وجيزة جدا، تقريبا 3.5 سنين بأطوال تجاوزت 7000 كيلومتر، وده بكل المقاييس معجزة كبرى، وخصوصا إنها أشبه بعملية جراحية كبرى لإنعاش شبكة الطرق في مصر واللي التطوير ما قربش منها على مدى سنين طويلة. وخلي بال حضراتكم
الشبكة القومية للطرق مش بس محاور بتتنفذ أو كباري بتتبني، دي تنمية شاملة بتتحقق في كل شبر بأرض مصر، نهضة كبيرة ومصانع بالمليارات بتتبني وطرق نموذجية مزودة بأحدث تقنيات المراقبة العالمية، طفرة ما حصلتش من 40 سنة، تنمية وعمران وزراعة في كل مكان، استثمارات ضخمة ومناطق جديدة بتشوف النور. كمان الدولة المصرية تبنت خطة جديدة لتطوير منظومة النقل الذكي، وقدرت كمان تنفذ مشروعات توسعه الطريق الدائري رغم التحديات الكبيره اللي واجهت المشروع، ونفذت اكبر محور عملاق بيربط القاهره الكبرى بمنطقه الضبعه، واللي كان ليه دور كبير في الطفره الزراعيه اللي اتحققت في منطقه الدلتا الجديده. تعالوا في البدايه نقابل الدكتور اسامه عقيل، استاذ الطرق والمرور والمطارات بجامعه عين شمس، واحد اهم الاستشاريين اللي شاركوا في تنفيذ المشروع القومي للطرق. هيحكي لنا تفاصيل مهمه عن المشروع، ركزوا معاه. في البدايه احنا في فرصه، لان احنا قاعدين مع حد من اهم الناس اللي ساهمت في طفره الطرق والمحاور اللي حصلت في مصر. احنا النهارده جايين علشان نعرف من حضرتك النقله النوعيه اللي حصلت في مجال النقل والطرق اللي حصل في مصر. بس قبل ما نفهم احنا عايزين نعرف الاول، هل هي كفايه؟ هل احنا لسه محتاجين اكتر؟ هل احنا كنا محتاجين اقل من كده؟ عايزين نرجع للبدايه، احنا ليه عملناها الاول؟ كان في اهمال شديد جدا لشبكات الطرق والنقل سواء خارج المدن او داخل المدن. الدوله في الفتره الاخيره في ال7 سنوات الاخيره عاوزه تعمل تنميه شامله. طيب التنميه الشامله دي هتتم ازاي؟ هي الأول عندها قطاعات كتيرة جداً، كل قطاع فيه مشكلة، النقل فيه مشكلة، التعليم فيه مشكلة، الصحة فيها مشكلة، الصناعة فيها مشكلة، الزراعة فيها مشكلة، كل قطاعات الدولة فيها مشاكل. طيب الاستراتيجية كانت إيه؟ الاستراتيجية كانت إن عشان تعمل تنمية شاملة مستدامة لابد تركز الأول، أي دولة عايزة تعمل تنمية شاملة مستدامة لازم تركز على 3 حاجات بنسميهم والاقتصاد في العالم كله بيسميهم البنية الأساسية للتنمية الشاملة. إيه هما؟ أول حاجة النقل، تاني حاجة الطاقة، تالت حاجة الاتصالات. عشان أوضحها بس وأبسطها، أنت علشان تعمل صناعة بدون ما يكون عندك طاقة تقدر تقوم الصناعة دي مش تقدر تعمل صناعة. انت عندك مناطق ومقومات تنمية كبيرة في البلد، انت عندك طبقا للدراسة بتاعت 20-30 انت عندك مناطق مؤهلة لانك تعمل فيها تنمية زراعية، انت عندك مناطق فيها تعدين، انت عندك مناطق فيها احتمالات انها تبقى مراكز صناعية كبيرة، انت عندك مناطق فيها تنمية عمرانية ومدن جديدة، انت عندك مناطق عاوز تعمل فيها تنمية سياحية، انت عايز امن قومي، عاوز تحمي حدودك، عاوز تغطي اطراف البلد. انت كنت مش عارف تتنقل لسينا لانه مكان كله معتمد على معديات او نفق الشهيد احمد حمدي. كل الكلام ده محتاج شبكات طرق ومحتاج نقل. 40 سنة اهملنا قطاع النقل، وده خطأ استراتيجي في الدولة. فالنهاردة احنا بنعمل ايه؟ ودي اجابة على سؤال الاولاني بتاع حضرتك، إحنا مش بنعمل حاجات معظمها للمستقبل بس، لا، ده إحنا بنعمل شغل كان مفروض يتعمل من 40 سنة، بنغطي العجز الأول. يعني أقدر في الحتة دي أقول إن أنا كان عندي خريطة بتوضح أماكن الكنوز اللي عندي، سواء كنوز زراعية أو صناعية. كنوز أحسن كلمة أنت قلتها. كنوز عندي، كنوز صناعية زراعية مواني، بس مش عارف أوصل لها. مش عارف أوصل لها. الدراسات كانت بتقول إيه زمان؟ اتقال ايه بالظبط في الدراسات دي من البنك الدولي ومن الجايكا اليابانيه؟ قالوا في 2010 ل 2012 قالوا ان القاهره وصلت لمرحله شلل مروري، وان لو ما لحقتهاش هتتوقف تماما. تتوقف امتى؟ قبل 2020 هتكون وقفت، يعني في خلال 10 سنوات. فعشان كده لازم التحرك يكون سريع. اللي حصل انه وصلنا ان السرعة وصلت اقل من 10 كيلو متر في الساعة لوسائل النقل الميكانيكية. يعني القاهرة كانت هتبقى باركينج. كانت خلاص هتبقى باركينج سيارات وهتتوقف تماما، وكنا وصلنا مرحلة شبه الشلل. بدأنا امتى بقى؟ بدأنا بقى الاول بدأنا خارج المدن. ليه؟ لانه هي دي كانت الاساس الاول اللي كنت تصلح. اربط المدن ببعض؟ تربط بقى المدن ببعضها.
وتوصل لمناطق التنمية اللي انت عاوز تستغلها وتقلل الحوادث الرهيبة اللي على الطرق اللي عشرات الآلاف بيموتوا سنوياً. مهمة جدا. سنوياً بيموتوا. احنا نزل الرانك بتاعنا او كنا في احنا كنا في المؤتمر التنافسي في 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 التنافسية العالمية كويس، كنا ترتيبنا كنا من آخر 15 دولة في العالم في عدد الحوادث، إذا في عدد الحوادث وفي شبكات الطرق وفي جودة الطرق. دلوقتي احنا في مركز كام؟ لا احنا في الثلاثين الأوائل، احنا بقينا من الدول المحترمة. خدنا البداية وقلنا هنبتدي نعمل الشبكة القومية للطرق. بالظبط كده، تقريبا كان سنة 2014 بالظبط. البداية ان احنا هنربط المحافظات والمدن ببعض قبل ما اخش جوه كل عواصم المحافظات. هنا بدأت فكرة المشروع القومي للطرق. كان محطوط كم كيلو وقتها؟ احنا كان البداية كلها 350 كيلو في الطريق الدائري الإقليمي. 350 كيلو اللي بدأت بيها. احنا 7200 طلنا 7200 كيلو. فالبداية كانت 350 كيلو في الطريق الدائري الإقليمي. خلاص، وبعدين الطموح كبر. الطموح كبر بقى فزودناها شوية، وبعدين اتعملت بقى اللجنة التنسيقية اللي اتشكلت، لجنة تنسيقية رئاسية اتشكلت من لوضع المشروع القومي للطرق. واتعمل اللجنة دي بقى اللي الناس يمكن ما تعرفش عنها حاجة، اللجنة دي كانت بتضم كل الوزراء المهتمين والمعنيين والهيئة الهندسية قوات المسلحة، كانت بتضم رؤساء الهيئات اللي هي هيئات المستفيدة من التنمية، رئيس الهيئة التنمية الصحية، رئيس التنمية الزراعية، رئيس التنمية الصناعية، كل رؤساء الهيئات كانت بتضم خبراء كبار وأساتذة الجامعة. اتعملت الخطة القومية للطرق بدراسات مدققة جدا، فتعملت على أربع مراحل. المرحلة الأولى كانت إيه بقى؟ المرحلة الأولى كانت الطرق المهمة الرئيسية الأولية اللي هي كانت شملت بقى محور 30 يونيو، محور اللي طالع من العين السخنة اللي هو محور الجلالة، طريق جلالة اللي هو امتداد 30 يونيو، اللي هو امتداد 30 يونيو لغاية آخره. ده الطريق المفروض اللي هو المفروض جايب من شمال من البحر الأبيض لغاية أفريقيا. لغاية أفريقيا كان معاه مرحلة أولى تطوير جزء من طريق إسماعيلية وطريق السويس وبداية طريق الشاحنات، الأول طريق شاحنات يتعمل على طريق السويس وعلى طريق العين السخنة. ده قلل في الحوادث. طريق طبعاً. السويس كان من الطرق المرتفعة الحوادث طبعا، طريق العين السخنة وطريق السويس. كان في كمان استكمال الدائري الإقليمي، كان في طريق شبرا بنها الحر. ده طريق يعني ده يدرس بالظبط. كان في بقى الطريق اللي انا بعتبره الطريق المعجزه، الطريق الدائري الاوسط. كل شبكه الطرق دي كانت الرئيسيه التركيز كان عليها تطوير طريق القاهره اسكندريه. كل الشبكه طريق الضبعة دي، طريق الضبعه، ده كله كان المرحله الاولى. بعديه بقى جه مراحل تانية اللي هي شبكات الطرق الأخرى اللي هي الاستكمال التاني. بعد كده دخلنا بقى من شبكة الطرق القومية عواصم، دخلنا بقى في المدن. ليه؟ عشان خاطر ما نهملش تطوير شبكات النقل الحضرية وشبكات الطرق الحضرية. فدخلنا في القاهرة. أما الدولة دخلت في القاهرة مسكت غطت تقريبا بتركيز كبير شوية شبكات الطرق في الرئيسية بالبداية برضو. فتعمل إيه؟ اتعمل توسعة الدائري الحالي. الدائري الحالي أو اللي بقى اسمه الدائري القديم، اللي نسميه الدائري القديم. ده بطول 120 كيلو تقريبا. ده بطول 120، والطريق الدائري الإقليمي عشان نبقى عارفين بس الفرق 400 الدائري الإقليمي ب 400، والدائري الأوسط جه في النص بينهم بحوالي 350 كيلو. فبقى عندنا بعد ما كان في القاهرة عندنا دائري واحد عملنا له داعم، يعني قدوا واحد تاني زي خدمة له ضعفه. خلاص بيستكمل دلوقتي في غرب القاهرة، وبيتعمل فيه
البي ار تي الاتوبيس السريع المميز بقى يستوعبه بقى. وبعدين بنعمل الدائري عملنا الدائري الاوسط، الدائري الاوسط 16 حاره. طريق الدائري الاوسط ده لوحده يتعمل عليه حكايات. لما جينا احنا واحنا بنعمل شبكات الطرق دي، ايه اكتر تحديات كانت موجوده عند حضراتكم؟ ازاي هنعمل شبكات الطرق دي في وقت محدود قوي؟ القيادة السياسية عايزة الشغل يتم بمنتهى السرعة مع معوقات شديدة جدا. ده كان التحدي الكبير، معوقات بقى من كل الأنواع. يعني عشان تمشي بطريق زي 30 يونيو في قلب أراضي وملكيات جهات مختلفة جدا، كل جهات الدولة عندها ملكيات ومنها حاجات سيادية، احنا دخلنا في أراضي للقوات المسلحة. كان قبل كده عشان تدخل أراضي قوات مسلحة صعبة، الهيئة الجيش قال ادخل واعمل اللي انت عايزه. عملنا 7500 كيلو في قد ايه؟ عملناهم في 3 سنين ونص. 3 سنين. وجايكا اليابانية كانت بتقول ان احنا نعمل في السنة دي، كانت بتتكلم على 1500 كيلو. يعني احنا تقريبا عملنا الضعف، اكتر من الضعف لو بنحسبها بأطوال حارات. لا، اللي اتعمل مش 7500 كيلو، اللي اتعمل يعادل 20,000 كيلو من النوعية اللي كانت بتتعمل قبل كده، زائد بجودة أعلى من اللي كانت بتتعمل قبل كده، زائد بحاجة تانية كمان بقى، بقطاعات رصف أقوى من اللي كانت بتتعمل قبل كده، معناها أنها هتعيش أكتر وهتتحمل صيانة أقل، تكلفة صيانة أقل. ودلوقتي بيتعمل لها ايه بقى؟ بيتعمل لها ما بنحولها لطرق ذكيه. يعني ايه طرق ذكيه؟ بيتركب عليها اجهزه اي تي اس او اجهزه ذكيه علشان رصد الطريق ورصد الحوادث والرادارات والسرعات واستخراج بيانات من الطريق واعداد السيارات، وبنستغله علشان خاطر الطريق نفسه نقلل معدلات الحوادث عليه ويبقى عليه رقابة. كانت الطرق قبل كده طرق على المشاع، يعني انت تاخد عربيتك وتطلع على الطريق تعمل اللي انت عايزه. بالمناسبة مشروع الشبكة القومية للطرق كان ليه دور كبير جدا في دعم صناعة المقاولات في مصر وتصديرها لأسواق أفريقيا، وكمان ساهم في تصدير خبرات استشارية وهندسية مصرية لجميع دول العالم. دلوقتي كمان هنعرف من الدكتور أسامة عقيل تفاصيل خطة تطوير منطقة مصر الجديدة، واللي ساهمت في حل اختناقات مرورية كارثية وحافظت كمان على هوية واحد من أهم الأحياء الراقية في مصر. تعالوا نسمع بيقول إيه. أعتقد أن تطوير القاهرة كان فيه خطة موضوعة لشرق القاهرة وغرب القاهرة. حتى لما جينا بصينا لشرق القاهرة، شرق القاهرة كانت عبارة عن منطقتين رئيسيتين هما اللي بدأ التطوير فيهم، هي مصر الجديدة ومدينة نصر. لما بدأنا بمصر الجديدة كان فيه ريزيستنس أو كان فيه اعتراضات على تغيير شكل الهوية بتاعت مصر الجديدة. قابلتوا ده إزاي مع الناس اللي كانت بتتكلم مع حضراتكم؟ الحقيقة إحنا لما دخلنا مصر الجديدة كان الهدف نحافظ على الهوية بتاعت مصر الجديدة، بالعكس احنا عاوزين نرجع لها جزء من هويتها اللي ضاعت. ازاي؟ اولا كل الكباري اللي اتعملت والتطوير اللي اتعمل على اماكن المسارات بتاعت المترو اللي اتشال، ده جزء. الجزء الثاني انه كانت وصل درجة الاختناقات المرورية في مصر الجديدة درجة صعبة جدا. كمان الكباري اللي اتعمل عدد قليل جدا، اللي اتعمل فيها كل اللي اتعمل فيها 5 كباري. ولو تلاحظ انت عملت ايه؟ انت لغيت نفق وعملت مكانه كوبري، نفق الثورة لغيته وعملت مكانه كوبري، وفرق جدا في الصراحة. وفرق جدا. فما يبقى مصر الجديدة دي كلها اتحلت ب5 كباري وبالمحاور الجديدة، وما بقاش حد يقدر يقف دي، ما فيش حد بيقف دقيقة. ده لوحده عمل حاجة الناس مش واخدة بالها منها بقى. ايه هي؟ والدولة شغالة والهيئة الهندسية شغالة، غيرت حوالي 7000 متر مواسير اسبستوس غير محرمة دوليا، مواسير مية، وعملت مكانها مواسير صح. الحاجة بقى التالتة، الدولة نفسها بدأت تدخل تعمل أشجار وتعمل إضافة للمناطق الخضراء موجودة في مصر الجديدة. موضوع بقى نزع الملكيات، بيتاخد نزع الملكيات لسببين، يا إما للمنفعة العامة الضرورية أو
أو لإعادة التخطيط من أول وجديد لو مناطق متدنية القيمة وعايزة يعاد تخطيطها من تاني. فده موجود ومقرر. إحنا كان عندنا قانون القديم بتاع المنفعة العامة اللي هو كان صادر في 91، القانون ده اتعدل في أخيراً في 2020 وصدر وصدر عليه تعديلات بتساعد في إيه بقى؟ بتصلح أي عيوب قبل كده كانت في القانون القديم كانت بتعمل مشاكل مع ملاك التعويضات. فالجديد فيها أنه أصبح أنه يتم تقدير القيمة حسب بلجنة، لجنة كبيرة بتقدر القيمة على حسب السعر الحالي. وإحنا شغالين في محاور بنضطر، يعني محور ترعة الزمر هذا المحور هو محور رئيسي جداً وضروري للقاهرة والجيزة. المحور ده جايب من الطريق رود الفرج للطريق الدائري الشمالي شمال القاهرة لغاية الطريق الدائري جنوب القاهرة لغاية طريق الصعيد وميدان المنيب. ده بطول قد ايه بقى؟ بطول 15 كيلو ونص. الدراسات اللي بتتعمل بتقول ان ده لابد يتعمل والا القاهره تتخنق. احنا وصلنا بشبكه الطرق اللي اتعملت دي وصلنا القاهره للقاهره 2022. الدوله دخلت بتكثيف كبير في مناطق شرق القاهره كانت مرحله اولى. احنا دخلنا المطريه ودخلنا عين شمس ودخلنا بهتيم ودخلنا محور الحضارات في منطقة كبيرة جدا في القاهرة في دار السلام. لا شرق القاهرة متغطي بالكامل، شرق القاهرة بالكامل تم تطويره. محور حسب الله الكفراوي ممتد جاب من مدينة نصر موصل لغاية كورنيش المعادي. لا القاهرة شرق القاهرة تغطى خلاص، اتغطى. فاضل فيه بعض المحاور اللي هي عشان خاطر يعني تكتمل الشبكة وتترابط معايا، إنما عشان كده الرئيس في توقيت نموذجي ومثالي قال ابقوا كملوا دول إنما انقلوا لي على الغرب القاهرة. ننتقل دلوقتي للمحور الآخر وهو النقل الذكي. احنا عمالين نسمع عن تعريفات كتيرة، الـ LRT ده اللي هو هيمشي في طريق مصر إسماعيلية، هياخد من اول محطه عدلي منصور لحد العاشر من رمضان ويتفرع ويروح العاصمه الاداريه او يروح بالبيس. والمونوريل، المونوريل في بقى دلوقتي اتجاهين، مونوريل بيربط 6 اكتوبر بالجيزه ومونوريل بيربط بالعاصمه الاداريه اللي هو بيبتدي بمدينه نصر، بيبتدي بمدينه نصر من عند محطه ارض المعارض. البي ار تي اللي هو الباص رابيد ترانزيت او القطار المميز، اتوبيس سريع مميز. يعني ايه؟ يعني اتوبيس مخصص له طريق خاص به علشان يستغنى بعد كده عن مترو الانفاق. يا رب نشوف بلدنا احلى بلد في الدنيا. بنشكر حضرتك جدا. العفو. حقيقي مصر بتتغير وبدات طريقها للتنميه لما قررت تطور شبكه الطرق القوميه بمواصفات ومعايير عالميه، وقدرت من خلالها تنفذ مشروعات زراعيه وصناعيه وعمرانيه في كل مكان في مصر، لأننا قدرنا نوصل لمناطق كتير جدا كانت منسية، وكمان قللنا معدلات الحوادث وحافظنا على أرواح الناس ووقتنا وجهدنا. ملف مهم جدا لسه الكلام فيه كتير. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان ريل استيت يلتقي المهندس أحمد حسن خليل رئيس القطاع الهندسي لشركة LMD، حيث يشرح الخريطة الكاملة لمحاور الطرق الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية في إطار المشروع القومي للطرق. تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت يلتقي المهندس أحمد حسن خليل رئيس القطاع الهندسي لشركة LMD، حيث يشرح الخريطة الكاملة لمحاور الطرق الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية في إطار المشروع القومي للطرق.
مشروع الشبكة القومية للطرق كان ليه دور كبير جدا في تنمية منطقة شرق القاهرة، وساهم في تحقيق استثمارات كبيرة في منطقة المربع الذهبي، ودي واحدة من أهم المناطق اللي بتضم مشروعات استثمارية ضخمة لشركات رائدة بالسوق العقاري. وده اللي عرفناه لما قابلنا المهندس أحمد حسن خليل، رئيس القطاع الهندسي لشركة LMD وواحد من أهم خبراء التنمية العمرانية في مصر، واللي شاركوا في مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق. ركزوا معي. الشبكة القومية للطرق الجديدة اللي عملناها في البداية، عايز أعرف إحنا بنعملها ليه أصلاً؟ إحنا النهاردة بنتكلم على الشبكة القومية للطرق اللي هي بداية التنمية أو العنصر الرئيسي الأول في التنمية اللي لازم يتعمل عشان بقية التنمية تحصل. أنا شفت عند حضرتك دلوقتي خريطة تبهر وحاجة كده تستدعي الفخر ولازم الناس تشوف شكل الطرق في مصر قبل 2014 وشكل الطرق حالياً والمخطط ليه. أنا حابب إن الناس تشوف المنظر ده. إحنا يا محمد دلوقتي دي الجمهورية، حدود الجمهورية بشبكة الطرق اللي قبل 2014، اللي واضح فيها بكل بساطة خلاص إن أنا عندي محاور شرق النيل ومحاور غرب النيل، واخدة من الشمال إلى الجنوب، وربط الدلتا كلها موجود ما بين الطرق ما بين الدلتا، وكلها طرق زي ما قلنا الطرق السريعة بتاعتها هي عبارة عن ثلاث حارات لكل اتجاه. ما ظنش إن إحنا كان عندنا ولا طريق قبل 2014 في طريق للشاحنات، ده اللي كان موجود لقبل 2014. ده اللي كان كل أهداف التنمية 7% اللي هي متحورة أو متركزة حوالين نهر النيل. بالضبط. نيجي نشوف الدراسات قالت لنا إيه، وكل الباحثين وكل الدراسات قالت لنا موجود إيه عندنا. موجود عندنا أراضي قابلة اللي احنا شايفينها باللون الأخضر ديت، الزراعة قابلة للزراعة. لو احنا اتكلمنا على الأراضي اللي قابلة للزراعة، نفترض عندنا مثلا الأراضي اللي حوالي 200 ألف فدان أو ما يعني في حدود 200 ألف فدان عند الواحات البحرية. طب عند الواحات البحرية في حدودها هي قريبة من المنيا وبني سويف، ادي المنطقة ديت اللي عند الواحات البحرية اللي موجودة اللي طلعت هنا. الناس يروحوا لها ازاي؟ الناس يروحوا لها من المنيا ولا من بني سويف، المنطقة القريبة منها المسافة ما بينها حوالي 130-140 كيلو، لازم ياخد من 7-8 ساعات عشان يقدر يروح لغاية القاهرة، وبعد كده ينزل على طريق الواحات عشان يروح لغاية الواحات. زمن الرحلة ده يعني الراجل عشان يروح ويرجع لغاية هنا مكلف كام؟ طب الحاجة اللي هنا، المنتج اللي هيطلع من الأراضي الزراعية دي هياخد قد إيه عشان يطلع يروح للصعيد ويروح لغاية الصعيد؟ بعد كده التنمية الصناعية دي، كل المناطق اللي حضرتك شايفها المناطق الصناعية القابلة للصناعة. لما نيجي نبص، طب المناطق الزراعية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة نربطهم ازاي؟ وزي ما قلنا كل الدراسات اثبتت برضو ان احنا التنمية الطولية دي احنا مش محتاجينها. كل الدراسات قالت ان الاحتياج ان انا ابدأ اطلع غرب وشرق الوادي القديم، تنمية تطلع عندي شرق، تنمية تطلع عندي شرق وتطلع عندي توسع افقي. بالظبط. يبقى عندي طرق واصلة ما بين التنمية بتاعت المواني اللي احنا قلنا عليها، المواني الجديدة اللي هتبقى على ساحل البحر الابيض، والمواني اللي بتطور والجديدة اللي موجودة على البحر الاحمر، انا محتاج اربط ما بينهم. فنيجي نشوف الطرق الجديدة اللي بعد 2014 بعد ما شفنا الكلام ده، ونبدأ نشوفها هي حققت المناطق التنموية المطلوب منها ولا لا. طبعا دي منطقة اللي بتتعمل دلوقتي في الدلتا الجديدة، ما كانش ادي طريق الضبعة، ده هنا كده ده طريق الضبعة خلاص. المنطقة دي كان ممكن حد يروح هناك يزرع هناك خلاص من غير ما تبقى موجودة. طيب ادي طريق بني مزار البويطي خلاص، اللي بدأ يروح يحقق اهداف التنمية الزراعية اللي موجودة في غرب المنيا وغرب غرب المنيا، ونفس الكلام اللي موجودة في الواحات البحرية. احنا بنتكلم على الهدف الرئيسي بتاع التنميه ان انا بقى عندي محور منتصف هو محور نهر النيل في النص، وفي شرق
وغرب نهر النيل في طرق قديمة لازم تتطور عشان تستحمل الحركة اللي عليه. بعد كده عندي مدن عمرانية بدأت على شرق النيل وغرب النيل عمرانية جديدة تبقى من 7 ل50 كيلو في الحدود دي موجودة محتاج أنقل الناس عليها. وعندي مناطق زراعية ظهرت ومناطق تعدينية ظهرت زي المثلث الذهبي زي مناطق التعدين اللي موجودة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية. محتاج المناطق دي أربطها مع المناطق العمرانية مع المناطق الزراعية بشبكة كاملة من الطرق تقدر تجيب من الشرق للغرب وتقدر تجيب من الشمال والجنوب وكله مرتبط ببعضه. قلب العاصمة اللي عندنا هنفضل قاعدين رايحين جايين من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب كلنا عايزين نروح منطقة التحرير ووسط البلد ولا ايه؟ طب كان عندنا دراسات؟ طبعا كان عندنا دراسات، بس كانت عندنا دراسات ان المقر الاداري بتاع الدولة يتنقل في شرق القاهرة، وكانت حددت لها اتحددت ارض في 2009 لما اتذكر موجوده فين، موجوده على محور المشير طنطاوي كانت هي المقر الاداري المقترح للحكم. في 2014 جم الزملاء طموح كبر ما بقتش تنفع، بقت هي زحمه المناطق التنميه اللي تمت في القاهره الجديده وتعداد السكان خلاص شارع 90 بقى زحمه، فبدا التفكير ان احنا محتاجين مقر اداري حكومة العاصمة الإدارية الجديدة تبقى في مكان. عملت كل الدراسات موجودة لغاية دلوقتي في موقع هيئة التخطيط العمراني. طب ليه تم اختيار شرق القاهرة اللي احنا بنقول بعد كده الشبكة القومية للطرق كلها والمحاور الجديدة مرتبطة ان انا اجيب من الغرب للشرق ومن الشرق للغرب؟ عشان في طريق كان مخطط برضو من قبل كده وما كانش نفذ منه غير قطاع واحد، طريق الدائري الإقليمي. ادي العاصمة وادي محتاج افهم بقى اكتر من كده. عارف هنا ده مكان العاصمه اللي ده مكان العاصمه كان موجود القوس الشرقي اللي موجود من الدائري الاقليمي فقط، فاخترنا مكان العاصمه على الطريق الدائري الاقليمي. تاني بنقول مكان العاصمه هنا ليه؟ لان كانت العاصمه القديمه هنا، كل اهل الدلتا وكل اهل القاهره الكبرى عشان يروحوا ليه مركز الحكم اذا كان من مقر وزارات اذا كان من مجلس الشعب الهيئات والمصالح الحكوميه كله كل حاجه كان بياخد يطلع كله جاي كده، كل مصر كل اهالي مصر رايحين رايحين لنقطه واحده هنا. احنا عملنا الدائري الاقليمي كمان، احنا عملنا الطريق الدائري الاوسطي، وكمان رحنا عملنا تطوير للطريق الدائري حوالين القاهره الكبرى، فبقى المكان ده هو اكتر الاماكن المميزه خلاص، واللي نقدر واللي اقل تكلفه على الدوله ان هي تقدر تنقل المقرات الاداريه اللي هناك. في سؤال كان يتقال العاصمه الاداريه مكان مثلا بعيد ده شمال العاصمه الاداريه مدينه بدر ومدينه عاشر من رمضان ومدينه الشروق غرب شمال غرب العاصمة، تمام، جنوب غرب العاصمة الإدارية حلوان 15 مايو والمعادي وكل المناطق. طب إيه تاني؟ هي العاصمة الإدارية بعدها قد إيه على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟ أقل من 50 60 كيلو. لا وكمان في عندي منطقة للامتداد كمان للعاصمة، أنا بقول لحضرتك ده يمتد شرقا وده هيمتد غربا هيتقابل. طب قبل ما يبقى الكلام ده كان ايه الحال؟ صحراء. عملنا المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، وعملنا الزواج لقناه السويس في جزء منها، وعملنا انفاق في قناه السويس. طب ده معناه ايه؟ عشان تكمله المنطقه الشرقيه الامتداد الشرقي يبدا الصحراء. احنا بنقول ادي العاصمه، عندي المكان اللي احنا تم اختياره ان هو يبقى مكان العاصمه الاداريه هو شرق القاهره الجديده اللي موجود فيها تنميه، فبقى هو الامتداد الشرقي لعناصر منماة وقابلة للتنمية وفي كل في كل الأنشطة، وكمان هو رابط على الطريق الدائري الإقليمي اللي بيلف حوالين القاهرة الكبرى كلها بدائرة أوسع من طريق الدائري حوالين القاهرة. طيب ده معناه إيه؟ ليه برضو تكملة الموضوع في مطار العاصمة الإدارية الجديدة، فبقى عندي مطار مش هبدأ أروح هو موجودة على محاور طرق، موجودة على طريق السويس وطريق العين السخنة. طب طريق العين السخنة اتطور بقى 6 حارات لكل اتجاه، طريق السويس اتطور
بقى 6 حارات لكل اتجاه، طور مرتين طريق السويس. تمام. طب ايه تاني؟ محاور اللي اتعملت شرق القاهره، لو كلنا شفنا محاور شرق القاهره هي عباره عن نقل من الغرب للشرق، يدينا الطرق الرئيسيه ويوصل لغايه العاصمه، ومن الشمال للجنوب كمان، ومن الشمال للجنوب، ويربط مع الطرق اللي جايه عرضيه عشان يودي لشرق القاهره. المحاور اللي اتعملت في القاهره الجديده تحديدا او حتى العاصمه الاداريه هي محاور، انا شايفها محاور عرضيه، وكمان اتعمل محاور طوليه طبعا بتربط من طريق السويس لحد طريق العين السخنه طبعا. بالمناسبة المهندس أحمد حسن تخرج سنة 1996 كمهندس إنشاءات، وعمل في مجال هندسة الإنشاءات وإدارة المشروعات حتى سنة 2010، وكمان تولى مهمة المنسق لمشروع الشبكة القومية للطرق بداية من سنة 2014 وحتى سنة 2019، وشغل منصب رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للأنفاق حتى سنة 2021، وأخيرا رئيس القطاع الهندسي بشركة LMD. زي ما احنا اتفقنا مع شركة LMD ان هي هترعى ان احنا نعرف شبكات الطرق والمحاور الجديدة. عايزين حضرتك تختار لنا محور نبتدي منه، اللي هو سلسلة فقرات الرحلة اللي هنعملها في سلسلة حلقاتنا، نتكلم عنه. اختار اي محور نتكلم عنه، وانا ومحمد سراق هنجرب نعمل تجربة حية للمحور ده، نشوف المحور ده ونجرب المحور القديم او الطريق القديم اللي كنا بنسلكه، ونشوف المحور ده فرق معنا دي. أهمهم على الإطلاق وأحبهم إلى قلبي محور شبرا بنها. محور شبرا بنها مع أنه محور صغير حوالي 45 كيلو، ولكن أهميته القصوى في مدى استفادة 11 محافظة. اللي كان عايز يروح من القاهرة يروح بنها، هناخد مقر شركة LMD عندنا 190 كمكان نبدأ ننطلق منه، نبدأ نروح منه ونشوف كانت الحركة بتيجي ازاي، ويبدأ يتحرك على طريق الدايل لغاية لما يروح بداية المأساة الحقيقية، هو ينزل طريق اسكندرية الزراعي عند اليوب. من أول ما يطلع من 190 لغاية لما يروح طريق اسكندرية الزراعي دي كانت تاخد حوالي من 40 ل 45 دقيقة على الطريق الدائري القديم اللي ما كانش متطور، اللي كان عنده أحكام مرورية، اللي كان هيجي قبل نزلة الخصوص ويقف، وكان هيجي قبل نزلة السلام ويقف. أنا بحاول أفكر بس كلنا كنا قبل لازم نفتكر كنا بنمشي إزاي. خلاص بعد كده عشان يخش أليوب ويبدأ يطلع من أليوب لأها، ومن أها يبدأ يروح لطوخ، ومن طوخ يبدأ يروح لغايه بنها، احنا بنتكلم في ساعتين لساعتين ونص. طورنا الطريق ده، احنا عارفين ان افتتاحه قريب وبقى طريق عالمي، فتقدر تمشي ال 100 كيلو كلهم اللي كانت بتاعه الدايري اللي كانت تاخد من 4 لـ5 ساعات قبل ما يتطور، تقدر تاخدهم هم 100 كيلو سرعته 90 كيلومتر في الساعه، تقدر تلف الدايره كلها في ساعة و10 دقايق. فيوصل لغايه اما يوصل على دخله شبرا بنها، طريق حر سرعته 120 كيلومتر في الساعة، برضو عليه أنظمة النقل الذكي، عليه البوابات بتاعته، ياخد من 15 ل 20 دقيقة، فيقدر من أول LMD من 190 يقدر يطلع لغاية لما يروح يبقى في بنها 45 دقيقة، من أقل حاجة ساعتين ونص. احنا بنشكر شركة LMD وبنشكر حضرتك على رعايتها لفقرتنا دي، فقرة الرحلة اللي بيها هنعرف المحاور والطرق الجديدة بتاعتنا كلها. فإن شاء الله نبتدي فقرة الرحلة ونرجع لحضرتك في كل حلقة بمحور وطريق جديد نتكلم عنه. تشاهدون بعد قليل في فقرة الرحلة. فريق الجدعان ريل استيت يخوض تجربة حية للمقارنة بين طريق بنها الحر الجديد وبنها الزراعي القديم، لرصد أهمية الطريق الجديد وكيف نجح في ربط قلب الدلتا بمحافظات القاهرة الكبرى. تشاهدون الآن
في فقرة الرحلة فريق الجدعان ريل استيت يخوض تجربة حية للمقارنة بين طريق بنها الحر الجديد وبنها الزراعي القديم لرصد أهمية الطريق الجديد وكيف نجح في ربط قلب الدلتا بمحافظات القاهرة الكبرى. اهلا بحضراتكم في فقره رحلتنا النهارده. احنا بنجرب تجربه فريده، تجربه جديده، بنقارن ما بين محورين، محور جديد وطريق قديم كنا بنمشي عليه. النهارده احنا في محور شبرا بنها الحر، هنجرب تجربه حيه ما بيني وما بين محمد سراج، ان انا هسلك الطريق الجديد اللي هو محور شبرا بنها الحر، ومحمد سراج هيسلك الطريق القديم اللي كنا بنسلكه زمان اللي هو طريق القاهره اسكندريه الزراعي. في التجربه دي هنشوف ايه الاستفاده اللي بنستفادها من المحاور الجديده، بتوفر علينا قد ايه، بنقطع المسافه في قد ايه، ايه المدن وايه المناطق اللي بتستفيد من المحور ده، ايه الخدمات اللي موجوده على المحور ده. يلا بينا نبدا رحلتنا النهارده ونجرب محور شبرا بنها الحر. احنا النهارده هنجرب طريق شبرا بنها الحر. احنا ماشيين دلوقتي على الطريق الدائري العادي انا ومحمد سراج، وهنفترق وهنلتقي تاني عند بنها. هو هيبدا من طريق مصر اسكندريه الزراعي وانا هاخد محور شبرا بنها الحر، ونشوف انا وفرت وقت قد ايه، وهو اخد الطريق قد ايه، استهلاك بنزيني اتوفر قد ايه، وايه الخدمات اللي موجوده على الطريق. تجربه لطيفه هنجربها مع بعض النهارده انا ومحمد سراج. يلا بينا مع بعض. ادي البدايه، طريق بنها الزقازيق 36 كيلو، طريق الدائري الاقليمي بيوصلنا بيه 38 كيلو، طريق بنها المنصوره 39 كيلو. كده دي بدايتنا على طريق شبرا بنها الحر. نبتدي من منطقه شبرا وفي رحلتنا لحد بنها في فقره رحلتنا النهارده. شاشه بتبين لك مواصفات الطريق في اوله اهي، شاشه ذكيه بتتفاعل مع الطريق، ممكن تقول لك سرعه الطريق، درجات الحراره، بتديك بعض البيانات اللي بتفيدك في بدايه رحلتك في الطريق. يا جماعه الطريق هنا يا دوب حارتين ونص، صعب جدا يبقى فيه اي توسعات، وانا متاكد انه كان زحمه اكتر من كده مرتين ثلاثه لو ما كانش موجود طريق شبرا بنها الحر. اكيد الطريق بتاع شبرا بنها الحر سحب كثافات كبيره جدا من الطريق ده. طريق شبرا بنها الحر اتعمل عليه العديد او الكثير من الكباري والانفاق. تكلفه الطريق ده تقريبا تعدت ال 3 مليار جنيه. بس تخيل ان انت بتوصل من شبرا لبنها على طريق حر، طريق طوله 40 كيلو. يعني ايه طريق حر؟ يعني طريق بدون تقاطعات، النيو جيرسي او الحواجز الخرسانيه بكامل الطريق، بكامل الطريق، عشان ما تديش فرصه او فكره ان حتى حد معاه تروسيكل او موتوسيكل او حد معاه كارو يقدر يقطع الطريق زي ما كنا بنشوف زمان. طبعا زي ما انتم شايفين هنا المكان كله تقاطعات وملفات، في اي لحظه محتاج تهدي عشان خاطر عربيه نقل بتلف فتاخد الشارع كله. محور شبرا بنها الحر اللي احنا عليه دلوقتي شاركت فيه اكتر من 5 شركات مقاولات، 1000 مهندس، 2000 فني، 30,000 عامل. كل الناس دي اشتركت في تنمية وإنشاء المحور ده. الدراسات بتقول إن الطريق ده هيعدي عليه أكتر من 60,000 عربية في اليوم. زي ما احنا شايفين الطريق متأمن من كل التقاطعات اللي عليه. احنا تقريبا كده وصلنا لمدينة أها. طبعا كل فترة كده بيقابلنا على الطريق الزراعي جزء فيه تكدس جامد. طيب ايه المدن او المحافظات اللي استفادت من المحور ده؟ عندنا الأهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الأليوبية، الجيزة، القاهرة، اسكندرية. كل دي مدن ومحافظات استفادت من الطريق ده. الطريق مديني الأمان ان انا امشي على سرعة 120 ومفيش زحمة تستدعي ان انا انزل عن سرعة 120. خلاص رحلتنا فاضل لها دقايق وتخلص، وهنشوف مين اللي هيوصل الاول، انا ولا محمد سراج، وهنحسب انا وصلت قبله بقد ايه تقريبا. انا وصلت دلوقتي وتقريبا اخدت 40 كيلو في نص ساعه. هنستنى سراج ونشوف سراج هيوصل بعد قد ايه، وبناء عليه نقدر نحسب الفرق. بغض النظر مين وصل الاول، بس احنا الاثنين وصلنا. اكيد انت كنت هتوصل الاول. احنا الاثنين وصلنا. وصلت من قد ايه تقريبا؟ 40 دقيقه تقريبا. بص بجد الطريق ده ميزته ان انت مش محتاج تتغرب،
يعني كان في ناس في المحافظات دي او في الاقاليم دي ممكن يعيش في القاهره علشان ما يخبطش المشوار يقعد 3 ساعات في اليوم رايح و3 ساعات جاي. دلوقتي كانك جاي من مشوار جوه القاهره اصلا. انا فعلا ما حسيت بجد ما حسيتش بالطريق. سلوك الناس على الطريق عامل ازاي؟ للاسف هم بيتعاملوا في منطقه سكنيه مش طريق حر مش طريق سريع، فهم واخدين راحتهم شويه في الطريق، فده اللي مصعب الدنيا قوي. والمره الجايه انا وسراج هنعمل تجربه جديده ورحله جديده، ولا رايك ايه؟ هي كانت اول تجربه واول رحله وكانت ناجحه جدا، لازم نكتشف كل الطرق بنفسنا. اكيد المحاور الجديده هي احسن واسرع، ده بدون شك، لانها معموله على دراسه عشان تعرف انت استفدت قد ايه. لازم تعيش التجربه بنفسك. وده كان اخر كلامنا النهارده، هنستنى اسئلتكم وارائكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الاحد الجاي الساعه 7 مساء على قناه القاهره والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.